اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا رب العالمين. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا حملونا على الأكتاف الرجال وصار الحال غير الحال، اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا سواك، من لنا سواك، من لنا سواك يا ربنا في هذا اليوم الشديد. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم استرنا يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا
من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم ولا تجعلنا ممن قلت فيهم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اللهم يمن كتابنا، اللهم اجعلنا من أصحاب اليمين، ولا تجعلنا ربنا من أصحاب الجحيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا رزقته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا غائبا إلا رددته. اللهم ولا تائبا إلا قبلته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا شهيدا إلا قبلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم احفظ أميرنا وولي عهدنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم على نبينا وقدوتنا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.